لك احنا ايها الناس واللي ضد هالوزارة احنا ما غاديش نديروا شي حاجه من راسنا ولا شي حاجه. هما عارفين اش كيديروا وعارفين اش كي يعني تقدر يعني انك تجلس في الدار بلا ما تخرج لا والو. ونجلس في الدار خصني ما ناكل بعدا هو الاول ياك سمعتي خاص واحد شويه يكون باش نجلس في الدار صعيبه شويه واحد المده كثيره ياك سمعتي خاص يكون واحد شويه ديال الشيء ديال الادويه وديال الشوارع وسميتو عليه باش حتى الناس تفائل باش حتى الناس لان الناس دابا راه مخلوعه بزاف كاين واحد كما كيقول واحد الفتنه سمعتي كاين واحد الفتنه في عباد الله فيها واحد الخلعه كثيره بزاف والناس دابا حتى الناس ديتي عليهم الدخل بزاف راه واحد المده كثيره راه تقدر تقدر تلتزم انك تجلس في الدار اللي مده شحال تقريبا لان يقدر تكون واحد المده بعدا تعرف راسك واش تقدر تصبر واش تقدر ما تصبرش ممكن تتشوف هذا المده. اخويا اش غنقول لك كل واحد وكيفاش لانه الناس باقي مستهنين بهذا المرض اللي كاين مازال ما استوعبوش ما عارفينش بانه راه واحد المرض خطير. الناس باقيين دابا كتسولو كتقول له اودي اشنا كيقول لك اودي انا المرض ما يكونش غير في جيبي. هذا الناس هنا مازال باقي خاصنا مازال ما واعيينش باش تصدر قرار واش تقدر انا معاه تصدر قرار لانه الناس ما بغاوش يلتزموا لانه هذا الشيء اللي ما بغيناش الا بغينا باش نتحدوا منه خص خص الدوله تضرب يد من حديد لانه الناس شتي دابا انت كيفاش دايره الدنيا ما عندك ما دير على برا ما عندك ما تقضي وخارج كان اللي خارج هنا كيدور شنو وقع باش يعرف شنو وقع اسيدي راه كيصاف في الدار كتعرف شنو وقع راه يوصل كلشي للدار دابا الناس باقيين كيخرجوا كيدوروا ما عرفتش شنو باغيين انا داك الشيء اللي بان لي لا خص انا معاهم انا المدة تقريبا اللي ممكن انت كمواطن انك تخرج اخويا اخويا لا ما تخرجوا وتستوعبها نفسيا لا ما نستوعبها نفسيا نقول لك واحد الحاجه ملي كنشوف تجي عارف بانه غتجي في صحتي اقدر لانه ماشي من الاحسن نحبس راسي بارادتي ولا تجي واحد الوقيته وغادي تحبس بالزز جاب الله ريحنا في دابا في الدار ومين كيفاش نديروا ليها كلشي برا وبري السيد تقدا برا هو بحال مهني راه برا خصو الا كان بحري غيمشي للمرسى المثال ياك مشي للسوق يتقدا شحال من حاجه برا الطوبيس راه ما كاينش النقال على التاكسي دابا راه قالوا لهم جوج 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 في اللور وواحد في القدام انا ما بغاش ادينا الاول اذا بانت يعني ما تقدرش انكم تجلسوا ما تقدرش الا كان شي احتمال الناس يعودوك ما تاكل يعودوك ماديا ومعنويا تقدر تجلس دابا ما يمكنش ولكن اللي تصدر قرار يعني قرار ما عندكش غير تريح حين ما درنا عاوتاني الوقايه عاوتاني الا ما درنا الوقايه لروسنا ما غادي نحدوا هذا اللباس اللي عندنا فهمتي خصنا يحاول 100% شد شويه الارض يجلس في الدار واخا يكون الخاص ديالو يحيد شويه ويدير شويه تيدير يدير ربي شي تاويل الخير الانسان اللي ما عندوش يستطيع باش يجلس في الدار تبع شحال من مسؤوليه كاين اللي عنده شحال من حاجه تبعو الكراه تبعو شحال من حاجه مول الدار ما غادي يعقل عليك بانك راه جالس ولا تعرف هو الكراه ديالو ولا خويا ديال المحل كاين بزاف ديال المسؤوليه ما عندوش الدار باش غادي باش يوقف ما يبقاش يوقف ما بقاش غيقدر يجلس بان سميتو عنده بزاف منه غادي يخرج يخدم راه كاع جلس شي نهار ولا يومين راه غادي انت تما غتخرج بزاف منك غادي تخرج ماشي زعما لا سميتو عليك السيرة غادي تبعك شحال من حاجة غادي الحاجة اللي خاصك دابا انت بوري خاصك تخدم معاها تتصور نهار 70 درهم نهار 50 درهم ما دايرها لك تاكل عاود تجلس باش غتبقى تشوف سميتو انت غتخرج بزاف منك انا كاع انا دابا انا تندير هاد السيرة وجلست تعيط وهي تقول لي قلت لهم نخرج اش غادي ندير؟ قلت لهم باقي ورقة الضو تابعك باقي زعما حاجة باقي تابعك بزاف منك صعيب والمسؤولية كل اللي عنده 4 نفوس 5 نفوس واحد خدام راه ما سميتو لا بزاف منه غيخرج نقصوا لنا شويه من الاسعار ونقصوا لنا شويه من سميتو ويدعمونا والله يدير شي تاوي تاع الخير من عند الله الله يدفع الغضب والله يعني الله يشافي امه سيدنا محمد ويشافي العالم كله الله يحيدها ويدير نطلب من عند الله في اقرب وقت يلقاو هذا الدواء هذا وتحل هذه المشاكل وتحل هذا الشيء نطلب من عند الله سبحانه وتعالى. بنادم عنده مسؤوليه خصو المصاريف ديالو خصو يدبر على المصروف ديالو اذا قعد في الدار اش غادي ياكل اش غادي يشرب ما تقدرش تلتزموا بهذا القرار ما قدرش خاصك ما تاكل لا باش وافر خاصك كتدي مثلا 50 درهم كتاكل كتصبح ثاني الصباح الاخر على الله فهمتي ثاني تقلب على ما تاكل هذا هو الهدف